تقرير إعداد تانيا مهنا. لماذا أحبك يا لبنان؟ لماذا؟ بحبك يا لبنان يا وطني بحبك. كل مواطن لبناني بيحمل كلمات غنية فيروز بقلبه، والبعض بيقول انه مستعد يموت او يستشهد للبنان يلي بيؤمن فيه. ولكن ماذا بالنسبة للذين مستعدين ان يعيشوا في هذا البلد مهما كان وضعه؟ ماذا يقولون عندما نسألهم لماذا تحبون لبنان؟ انا لانه خلقان فيه وما بحب غيره، بحبه لو شو ما صار. بحب كل شيء بلبنان، بحب الحياة الاجتماعية اللي فيه، بحب العالم لأنها كتير طيبة. قد ما صغير في عنده كتير أشياء حلوة، وين ما تبرمي الحلو قدامي. كيف بتشوف أنت لبنان بالمستقبل بالنسبة لإلك؟ بالمستقبل بشوفه أسوأ من هيك. اللبناني اللي مفرط بالضيف هو اللبناني اللي أنا بحب أعيش فيه، مش هيدا اللبنان. طيب ليش بتحبيه فائزة؟ ليش بحبه؟ لأنه it feels like family. It's a family هون، عندي family، عندي أصحابي. جربنا نعيش برا، هون أحلى بكتير، هون we feel safe، مش مثل برا مع كل مشاكله. يعني كشاب لبناني أنت بتلاقي حالك بالسياسة الموجودة فيها ولا هلا مش كتير؟ يا صراحة أنا كل شيء سياسي ما بحب فوت فيه، لأنه ما عم يجينا إلا وجع الراس وما حدا مبسوط. سو خلينا هيك مبسوطين هون بالأكتيفيتيز الموجودة، الأولاد اللي عم تلعب، الفرنسي اللي عم بيقطعوا علينا كل أسبوع، أهم بكتير من السياسي صراحة. طيب إذا أنتم في بيقولوا لكم نقوا أنتم البلد إنه لبنان مثل ما بتحبوا، شو في كيف فيكم توصفوا لي؟ بعيد عن كل السياسية وعن كل المشاكل وبزيادة. وأنت رأيك؟ رأيي مثل رأيه. هناك شريحة من الشباب اللبناني إذا تؤمن ببلدها ولكن لا تؤمن بسياسيه، بعيدا عن ساحات التخاطب والتصادم والتجمع، يتلاقون ويتبادلون التعليقات والأفكار حول مختلف اهتماماتهم عبر مواقع على الإنترنت. مايا زانكول هي أحد تنقل انطباعاتها عن الحياة اليومية بلبنان عبر مدونة تحمل اسمها، وتعبر فيها عن أفكارها برسومات نوع من الكاريكاتير الذاتية يعلق عليها الآخرين، بما أصبح اليوم حوار مستمر مع شباب وصبايا جيلة. بجرب كل مرة على القليلة مرة بالجمعة أحط رسمة جديدة عن شيء كلنا بنعيشه بلبنان. آخر شغلة عملتها عن ألارمات السيارات، لأنه محل ما عايشة صار لي فترة كل ليلة بوعى صوت الألارمات. يعني فكرت أعمل أناليز شو هن الأشياء اللي بيخلوا الواحد يوعى من وراء الألارم، شو هن الأسباب. إذا قطع سيارة موديل 80 موتورها كتير قوي بتطلع الألارم بتوعي الحي كله. إذا شتت شوي ورعدت كمان بتدور الالارم، يعني هي 50% من الحالات. اذا طلعت شي بسينه او شي حيوان دق بالسياره بيطلع الالارم، بس في مره واحده ما بيدور الالارمات بس تنسرق السياره. تنتقد مايا معاناه الحياه اليوميه ولكنها تستمر بالعيش في لبنان بالرغم من انه بامكانها الانتقال الى بلد اخر. وكنت ناطره كثير تنقل على لبنان، يعني هو بالنسبه لي بلد الاحلام. هلا ما كنت موقعه انه الحياه اليوميه رح تكون فيها اشياء شوي صعبه، بس يعني بجرب قد ما في اخذها بطريقه بتضحك. يعني انا بلاقي انه مسؤوليتنا كلبنانيه انه نجرب نحسن بلدنا على طريقتنا نحن. يعني اذا شيء مش عاجبنا مش بنتركه ومنفل، لا، بنضل هون وبنجرب نواجهه كل واحد على طريقته. يعني انا بالنسبه لي ارسم عن هالمواضيع كانه حليتها، انه على القليله عم بحكي عن الموضوع، ثاني مره بيصير معي مشكله بعرف انه عندي محل احكي عنه يلي هو الانترنت، يلي هو البلوك تبعي. نظرة مايا زانكول إلى الأمور هل هي منفردة شخصية أم أنها تعبر عن تطلعات مجموعة أكبر من الشباب؟ يعني بس بلشت كانوا يفوتوا من سنتين، كان بس أصحابي يفوتوا على البلوك، بعدين صرت حطه على فيسبوك على تويتر، صار يعني هلأ بيفوت بنهار 800 شخص تقريبا على البلوك من كل العالم مش بس من لبنان. لاحظت أنه لا، في كتير ناس هون عايشين بلبنان من جيلة يمكن من عمري بيفكروا مثل بيلاحظوا هود الأشياء، فصار في هيك كوميونيتي من وراء هالبلوك. هلا انا ما بتدخل ابدا بالسياسه، ما بتابع سياسه، يعني ما بتعني لي ابدا، ما عشت الحرب الاهليه، ما بعرف مين عمل شو هيك اشياء. بس وقت الانتخابات صرت عم شوف هول البانويات، يعني انا عم سوق على شغله، فمن هالبوينت هيدا انطلق فكره انه انتقدهم، لانه حسيت حدا عم يجرب يعملنا غسل دماغ. يعني هالدعايات كلها اللي نزلت بشكل هائل، يعني كل هالمصاري اللي انحطت، انا من هالنقطه هي انتقدتهم. يعني حسيتها ما شفت حالي فيهم، شفت غير ناس ما حكيوا معي. في ظل هذه الأجواء كيف ترى هذه الشريحة التي يمكن اعتبارها غير مسيسة بالمعنى التقليدي مستقبل لبنان؟ كثير شباب فقدوا الأمل بالسياسة، يعني بحسوا إذا رح يلحقوا شخص معين مش رح يوصلوا اللي بدهم إياه، فهني
بياخذوا الاشياء بايديهم هن بيجربوا يعملوا. والشيء اللي بيساعدنا كثير انه في الانترنت كلنا بنحكي مع بعض حي لوقت حي لمحل يعني، وكل واحد بيعبر على طريقته يعني، في منهم بيكتبوا، في منهم بيرسموا، في منهم بيصوروا. مرات بنشتغل كلنا سوا بنعمل بروجي معين تنحكي عن تنفرج انه في اشياء غير السياسه. ليش بتحب لبنان؟ سؤال صعب. يمكن لانه حلو الواحد يكون ببلد كل الاشخاص بيحكوا لغته بيفهموا مع بعض يعني، مع انه في كثير اشياء بيفرقوا الناس، في كثير اشياء بيجمعون. صعب يتفسر الحب للبنان يعني، بس لا اكيد شغله دائما بقولها انه ما بدي اترك لبنان يعني، لو شو ما كانت الصعوبه بحس بمسؤوليه تجاه البلد يعني. فيسبوك، تويتر وبلوجز او مدونات اصبحت اليوم كلها الخيار الثالث الذي يمكن للشباب اللبناني غير المنخرط في الخيارات السياسيه المتصادمه ان يلاقي متنفس فيه، مساحه تعبير منعشه في بلد يتخبط بصراعات سياسيه من دون النظر في مستقبل اولاده الفعلي.